بسم الله وكفى السلام الله عليكم ودنيال يا مروين دعالذا أدون كمال والبو أكاد جوكتان كسو دو هذا وروحي قرصون ماركي سي دلكينا الصوماليا يا ربنا إلهي يدي لغهلو إنا صوكو كوبنو بإذن الله باري أقاسما عصب فيلا الصوماليا أيا الله مقعابي أقاسما عصب هذا الله مقعابي وحا قبيلة هاندت كأي كدو ديان إنو هبر قدر كسو جيدو إنو سنهين وحاسي ويسكو هايان لكن وحا رمنا إنان عبدينو أقاسما عصب باشا شي قالت أيو أدى شي أدانو اللوب بقى هاين با لكن باشا أبقال أيا وحا أقلا سيدا سردون كان SMC وحقي جنيو عوضا فيلا صوماليا وحا كجرا شر بعدما أقاسما عصب لمقع عابي شركاس فيلا صوماليا كدعاية وحلو يريا دمان شقالها فيلا صوماليا جوغة وحان اقنها فيلا صوماليا هدا ويكدن ما دين سراكيشة وحان طبان دمان باد جوغة انتا كلاو حاوي والاق اريي لو سمرهبا لقو شبي واتندراد ان ادين لو داقني مركا وحي شقالها فيلا صوماليا بعدما اقاسي معصوب لما قعابي ان لحاقا للربا وأنا ماركيس لقى سارة يا ماشى سيد قرشاء ويهي أجاسمان عصب عبد حكيم يوحي الله جود ربع يعني حسن شيخ محمود أيوة الله طليها لأنك السياسة دو هنجري صاحب بدو بيهين وكبقات كحسن شيخ محمود حسن شيخ محمود أنت تاجن وإنك هسي هذا الله مجعابي سيد أن ربنا إن ندين لو ذاقنو هذان هاي SMC مرايكنكا وحاو اوكينا اللبعض حسن شيخ محمود اوكالا دنبيي عد اقاسميسي هوري ايو اها او ماركيسي للي هاي شباب بولاشا كيسان اي امير عد كاللبادنا مختار روبو ايا ساعدي او دنبيي اساقو اللاشا كيسان اي امير رضا الشباب باي اوكينين وسير رفاد عد كيسي مرايكنكا مركا حسين واتي لي حسين او هبر قدرنا ويسايين حسن شيخ محمود حاسكي قبل دي سنة ويس دقالين او هبر قدر ويوسا استعماشي حلقو يريني او ماركي سمعني مدحوينها ما يلان بانكار ديقايا ماركي سمعني بنان كاسي مركا تكتين اسيسي عزل انا يعديق خوصان اسكوكنا روبو نو وحو يري حسن شيخ محمود روبو وو انا قدام كو دفاعي كروان كو دفاعي لكن أما لين ما ينامك الدفاع كره مركز هدي أنكو دفاع وعينا أما أنكو دفاع وعينا إسكقول قول صاحبه وسير رفض سيد أسليري نك اللي يرادو هذا المدوب أو أحد قدوميها برلمان كصوماليا أيا وكوئي أو حولي هلا جلبها انقبصنا يا هذا المدوب هاي دفاعي هلا إلى كولنسيو لكن هذا المدوب وأوديدي وحيرانيك وسير رفض لما كل مايو ونك وسير أنت عنكدي يقول جساري قولي جيجي أنسيي كرادة إسكابة دافة ضيع ترك حتى يجد دي دي وقولي جيجي دمعي مكبح حياة إنو إدهو شاكا دي موريان تهابر قدير أوكرا أي سمين جرتي مركا حولي يجي نين أن ماركي سين ينفتي دي أنو معنية يقول هايستا سيديابان ولا كل مايا ورطا قدوميها بارلمان كان وحو يري ما لا كل مايو وسير رفاد مانا لا كل مدونا مانا يسار كينو horta markayse siyaasadda villa somaliya meeshaas ay maraysa ninka mahad salaad la leeyahayna xamar dhumasho mar walba uu soo dhunta mahad salaad markuu xamar u soo dhuntana waxa dareemi kartaan inuu balaayo walaaqayo ama shirqoolada saraakiisha dhe ama shirqoolada ciidamada dhe ama shirqoolada shaqaalaha dawladda dhe ama shirqoolada qabiilada dhe waxaas inuu ka shaqeeyo ka wada dhareegsantiin dhumasho ku soo galay hadana uu soo dhunta mission uu fuliya oo baxa وصدونتا مشينو فليا دو سمرابو هذا معني دو سمراب إيو ماركيس حمر با وحي نقطي يعني سيدي ماركيس مسخول لجلاينين على وش لجهاي ما تودن مسخوش الدلق دلق دلق لهاي مجال هذا مقدسه ورك كوبان مجال هذا مقدسه وحي الوجود اللي يدق ماذا دركين لي سيد الله شاقي مع معلن شريف وأهم معلن دكس القرآن محله الدلاية سو قرد الرماهن معلن قرآن إن للدلاء سو نصيب الرماهن وأنكِ ماركيس القرآن كإلهي حمبارسن كلامك إيه بأي للدلاية، وعي
way ku murmeen agaasimaa cusub oo habar gidir waa reer ayaan la imaan waa sheeqaal laakiin abgal baa wax u gala soo raadiya way kaptan bilaysa oo macnay waaxda degmada dayn ila ka tirsan ayaa lagu dilay degmada hodan isagana isla maanta dilkii waa u socdaa dirkan leena xabad inay ka dhacaysay marqaati waa ka ahaydeen way nimay dhahan sheego ciidan uu leeyahay iyo military-ga ciidamadoodana way isgaadgaadayaan horta wararka kooban ee magaalada Muqdisho intaan ognahay intaas aa ugu horeeya ama magaalada Muqdisho waxaa lagu xiray in la yiraado Idris Cabdi Dhaqtar oo ahaan jiray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed Idris Cabdi Dhaqtar magaalada Muqdisho kasoo galay daraad uu kasoo degay baydhab uu ka yimaaday niman ayaa dacweeyay isla digli mirifla digli mirifla isagaaba inkaar isku ah soo ma aragtid waa ku sheegay aniga digli mirifle lambar 1 ana hadda ma kula hadlaya ilaahay baa og laakin hadiiba la dilay digli mirifle na dilay ha hadiiba macni qofna lagu sababayo digli mirifle na dilay waana taariikh la og yahay ilaa ustaad Cusmaan ilaa iyo inta la og yahay saas waay marka waxaan ula jeedaa la dilaa dhinta Idris Cabdi Dhaqtar نمن دقلي مرفلا دعوي مد روبو قراب الله مد ماركيس إلياس قراب الله نظيف هو وكا قاد نظيف يوسف قرن ولا شيء هذه شعب كشرفت لما يشان كجرة محا ماركيس إدريس لو دعوي وحي كل هين أبدا عسيس لفتا قرن وأحمد حوينا قرن كميلا أياد دبا نلف أطاه أياد ماركيس أمانتا إساقا دبا نلف أدون نقطي وكا ورهدي macnaa nin digil iyo mirflaad daba dhilif aan u noqdo maxaa ku jaban intaan daba dhilif u noqon lahaa qof hawiye ama daarood oo dhulkayga raba inuu boobo maxaa ku jaban macnaa fahamka qaldan aan la yaabanahay hadii qof walaalkay ah daba dhilif aan u noqdo oo dalka difaacaya maxaa ku jaban anaaba daba dhilif u abe lafta gareen maxaa ku jaban ma maad salaad baan daba dhilif u noqon lahaa ma waxaad daba dhilif aan u noqon lahaa ma arkayse ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud ما وحان دبر نلف أن نقول لها يعني العدالة أدواء توجدي ما دبر نلف أن نقول لها يعني إن عدد أو بيا وبيك دت كيبينا يا شباب الله دوسي مرك رح وين وح وين هك غلدن مرك إدريس عبد الدكتور وين دعوين هذا النوى نسب أفضل الله قف نشر عجا كما سري ولا دعوين كرا نكي ولا حري وهذا الشيء جاي تاس شيغو يبوليس ملتاريا inay ku dagaalamayeen hadaan sheegay ciidan sheego uu leeyahay ee baliska militaryga bulshiyada militaryga aad dhirkan la isku dilay hadaan sheegay taas ha kuma noqonaayo warka waa ka gudbay marka ala haasil labadaas ninba dacweysay waxa way ninka baawurka dabada iga gelinay waalay waayay barat islaafa dad walaana jooga marka isku soo wada dub walaalayaal adiga ninkii wala soo daay Idris Cabdi Dhaqtar hadda banaanka uu joogaa wala soo daayay doodina way socotaa ninkii dad dulmi ku xira hadda waxa way waxba daba jooga hadda arintaas waa lagu jiraa gartood waa lagu jiraa warba hadda wuxuu ilaayaa caaw kaaba goday waxa lagu dhameeyay lagu waa lagu dhamaaday dukum daakum baa lagu noqday ciidankii sheego ah la soo weeraray ciidankii degmada dharkin lay ayaa soo weeraray kaawo goday baa la isku farasaaray sida macnaheedu warbixinta ay ugu soo gaareyso dukum daakum la iska dhigay xabad aan caadi ahayn ha hoosta la isugu dhigay sheego waa taqaanan ayaa la soo weeraray leey dukum daakum sheego wadaa maqashan hawiye ma mala haddii hadda magacaasi uu koobiyay waa gooni dukum daakumaan ku dhahay dabada xabada la iska geliyay dharkan lay wixii nool ii soo sheega wixii dhintayna ilaa ay xaqiisay jiraan marka meeshaasi dagaalka xabada socotaana waa sheegow ciidamadiisi iyo bulshiyo militaria ayaa xabada dabada iska gelinaya rasaastaas iyada ah mid sahlan ma ahayn rasaas kulul ayay ahayd aanan laysuma shubin rasaas inkastoo aan la isugu mid la isku waawabiya jira iyo mid xaqiiqo ah
marka tani rasaas dhab ah ayayd real war dagaal dhab ah rasaas dhab ah marka walaalayaal magaalada muqdisho way kaacsan tahay madaxtooyadana waxa weeye codadkaas ayaa leh ee wasiir rafaad wasiir muqtar robo mujrimkii garka madoobaystay walaalayaal maxkamada adduunka ku dhaganaan ku dhaashay hadda codkiisa ay keenay mareykanka xasan sheekh maxmuud waxa lagu yiri ninkaas sida ugu dhaqsiya badan jagada uga soo qaad ka rid meesha ka soo buri baa la yiri ah meeshan nin xilahay anaga su'aal ma weydiinayno marka wasiir rafaadna wuxuu qiyaano sameeyo wuxuu dadka markaysa macnaheeyo dadka oo dhan inuu ka aqli badan yahay wuxuu moodaba